كرس حياته للبحث العلمي، يعد أحد مؤسسي علم البكتيريا في العالم، وبفضل إسهاماته العلمية المميزة حاز على جائزة نوبل في الطب عام 1905، وذلك لبراعته في اكتشاف البكتيريا المسببة للسل الرئوي. اليوم أحيا المغردون ذكرى ميلاد العالم الألماني الطبيب روبرت كوخ، متداولين صورة وأبرز المعلومات التعريفية عن أنجازاته العلمية. محرك البحث الشهير جوجل وعلى طريقته الخاصة احتفل أيضا بتغيير شعاره لشعار معبر عن العالم كوخ، مصحوبا بمعلومات تفصيلية بهدف تذكير مستخدمي بالمناسبات وتعريفهم بالأشخاص المؤثرين الذين تركوا بصمات إيجابية مقدمين من خلالها الفائدة للبشرية جميعا.